مشاهدينا الكرام في كل مكان، أوقاتكم طيبة. نبدأ معكم اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم حدث اليوم. ضيفنا في هذه الحلقة ليس عبر الاستوديو إنما عبر السكايب من العاصمة النمساوية فيينا. معنا الصحفي والإعلامي زياد السنجري، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ حسون. في البداية نشكرك جزيل الشكر على تلبيتك دعوتنا، ونتمنى أن نخرج بحلقة ذات فائدة كبيرة للجميع إن شاء الله. لا تزال آلية إحالة المشاريع بمحافظة نينوى المشكلة الأبرز التي تواجه الإعمار، ففي الوقت الذي تم فيه تسجيل العديد من الخروقات جراء آلية الإحالة المباشرة وكشفها من قبل عدد من الناشطين والمراقبين، لا يزال هناك إصرار رسمي على مواصلة العمل بهذه الآلية. وقد تعرضت هذه الآلية للعديد من النقد، لعل أبرزها ما جاء على لسان الصحفي زياد السنجري الذي أكد أنه تم تسجيل العديد من الخروقات بها، ما استوجب تدخل الجهات القضائية في ذلك، مطالبا بتعديلها وفرض قيود على عمليات الإحالة من أجل جعلها أكثر شفافية ونزاهة. فما هي أبرز المؤاخذات على هذه الآلية؟ وأين يبرز الخلل فيها؟ وما هي أفضل الآليات التي يجب اعتمادها مستقبلا لإحالة المشاريع؟ وما هي الشروط التي تضمن عدم تكرار حالات الفساد بالمشاريع المحالة؟ إذن مشاهدينا الكرام، تعالوا معنا لنبدأ حلقة اليوم بعنوانها إحالة المشاريع بمحافظة نينوى بين الخروقات المسجلة والدعوات لجعلها أكثر نزاهة وشفافية. إذا بدأنا حلقتنا أستاذ زياد، نقول كيف تقيمون واقع الإعمار في محافظة نينوى حاليا؟ تحياتي لكم أستاذ غزوان ولإدارة قناة الموصلية الكريمة وكل السادة المشاهدين الكرام في كل مكان، وشكرا لإتاحة هذه الفرصة للإطالة من جديد على جمهورنا وأهلنا وأبناء مدينة الموصل وأهلي في محافظة نينوى. حقيقة وضع الإعمار في محافظة نينوى متلكئ بشكل كبير وواضح وصريح، ولربما الشارع الموصلي شخص هذا الأمر بأم العين ووجد تلك المشاريع المتلكئة أو تلك المشاريع المتوقفة الاستراتيجية منها. ولكن اليوم في هذه الحلقة نريد تسليط الضوء عبر عدة محاور عن أسباب تلكؤ تلك المشاريع، عدم إنجاز المشاريع الاستراتيجية التي تهم حياة المواطن في مدينة الموصل ومحافظة نينوى. الحديث طويل وذو شجون للأسف الشديد، ولكن سنبدأ بتقسيم ميزانيات محافظة نينوى. في مدينة الموصل ومحافظة نينوى خصصت الحكومة الاتحادية 6 ميزانيات إلى محافظة نينوى. يعني على سبيل المثال، لا حصر صندوق إعمار ولجنة إعمار، وهناك تنمية الأقاليم ودعم الاستقرار و الفقر وإلى آخره من الأمور التي أو الميزانيات الأخرى التي خصصتها. تبلغ هذه الميزانيات مئات المليارات من الدنانير، ولكن لا يجد المواطن سوى تبليط الشوارع أو النخيل أو بعض الأمور التي لا تعتبر مشاريع استراتيجية أو حيوية أو رئيسية، مثل المستشفيات، مثل الجسور، مثل المطار، مثل البنى التحتية الاستراتيجية التي لربما تهم المواطن بشكل كبير. الكل يعلم بأن مدينة الموصل ومحافظة نينوى لم تخضع لتوسعة عمرانية منذ عام 2001 لحد الآن، وآخر جسر حقيقي أنجز فيها هو الجسر الخامس، وافتتح في 8/8/1988. لذلك هذه المدينة تحتاج رغم كل هذه السنوات إلى توسعة عمرانية. أعتقد بأن محافظة نينوى والحكومات المحلية
الحالية والسابقة لم تستطع أن تفي بمتطلبات واحتياجات المواطن في مدينة الموصل ومحافظة نينوى من المشاريع التي تهم حياته، ولذلك سنبدأ بتجزئتها وهي مشاريع قسمين، قسم عبر الدعوة المباشرة وقسم عبر الإحالة. الدعوة المباشرة أستاذ غزوان مثل ما يعلم الجميع هناك دعوات توجه إلى شركات من داخل وخارج محافظة نينوى لتنفيذ مشاريع بأسلوب الدعوة المباشرة، أي إحالة، توجيه أو الاتصال بالشركة المعنية، وهي تعتمد على علاقات الحقيقة تلك الشركات، حتى أن قسم كبير منها لا يلبي النقاط أو قانونية إحالة الدعوات له. وهناك الدعوة المناقصة وهي عملية شفافية أكثر وتحتاج إلى موافقات وإلى نقاط تجمعه الشركات عبر التصنيف والآليات والأعمال المماثلة إلى آخره من الأمور حتى تستوفي الشروط اللازمة لإحالة الدعوة عليها. في محافظة نينوى الحقيقة حيلة بالفترة الأخيرة المشاريع عبر الدعوة المباشرة، عدد الدعوات المباشرة التي أحيلت فقط لسنة 21 ضمن تنمية الأقاليم 125 مشروع في داخل مدينة الموصل موزع على 18 دائرة. هذه المشاريع الحقيقة أحيلت بدعوة مباشرة واستطعنا الحصول على قوائم بتلك المشاريع وقوائم باسماء تلك الشركات واسماء المدير المفوض لتلك الشركات، وهي اعتمدت على الإحالة المباشرة، أي السعر المقارب لسعر التكلفة أو الذي وضعته الدولة العراقية أو وزارة التخطيط وخصصته وزارة المالية. أما لدينا مبلغ آخر وهو 400 مليون دينار عراقي. حقيقة استطعنا التواصل مع بعض السادة المسؤولين في محافظة نينوى وبعض السادة النواب الأفاضل، واستطعنا معهم أن ننسق الأمر وجعل تلك الدعوات بشكل الإحالة عبر المناقصة والإعلان. كان لدينا مبلغ من الأموال المجمدة 400 مليار دينار عراقي. عند الإحالة عبر الإعلان والمناقصة تم استحصال أو توفير مبلغ 80 مليار دينار عراقي. هذا المبلغ الكبير سيدور وسيضاف إلى مشاريع محافظة نينوى، بينما لدينا ميزانيات كبيرة وهائلة سابقا كانت تحال عبر الدعوة المباشرة، والشركة التي تقدم على المشروع لا تقدم السعر الحقيقي وإنما السعر عالي باعتبار أن هناك عمليات فساد ونسب. وعلى إثر ذلك تم تشكيل اللجنة القضائية العليا المشرفة على المشاريع في محافظة نينوى، وهي أعلى لجنة قضائية شكلت من قبل مجلس القضاء الأعلى وبمطالبة من بعض الشرفاء من أبناء محافظة نينوى وبعض السادة النواب الأفاضل، بعض هؤلاء السادة ولا أقول الجميع، واستطاعوا بالفعل من إيقاف هدر بالمال العام وإيقاف هدر أموال الشعب بشكل كبير جدا وملحوظ. أستاذ زياد، مقدمة جميلة حقيقة في بداية هذه الحلقة، نشكرك على هذه المقدمة. ولكن إذا أردنا أن نبدأ أسئلتنا لهذا اليوم، أقول قبل أن نبدأ، ربما أبعدك عن بعدك عن المحافظة الآن، ربما هناك الكثير من المشاريع لم تلاحظها بأم عينك، بدأت فعليا وقطعت أشواط والبعض انتهى، كان جزء من أحلام أهل الموصل قد تحققت. نحن حتى نكون منصفين، يعني بعد، لا، أولا لا ننسى ما فعله داعش بمدينة الموصل، ثانيا الحكومة التي جاءت بعد التحرير أهدرت مليارات المليارات من الدولارات، أقصد الحكومة المحلية، لم تحصل مدينة الموصل من تلك الأموال إلا على الندر اليسير. أما في الحكومة الحالية حقيقة بدأت نهضة عمرانية، حتى نكون منصفين، نهضة عمرانية ربما تكون متأخرة، يقول المثل أن تأتي متأخرا خيرا أن لا تأتي، لأن الكثير من الأموال أهدرت في الحكومات السابقة.
الآن أيضا المطار والمدينة القديمة على الطاولة من ضمن هذه الأموال التي وصلت إلى محافظة نينوى والتي ذكرتها الآن. نأمل أن وعودهم تتحقق إن شاء الله بالقريب العاجل، والجميع يجب أن يتكاتف من أجل تحقيق هذه الأمنيات، لأن كذلك هناك مشاريع لإنشاء مستشفيات ومرافق عامة تخدم المواطن في جميع المجالات حقيقة. ما هو رأيكم؟ قبل قليل أعطيت رأيك في آلية إحالة المشاريع بالمحافظة من خلال المقدمة التي قدمتها، وعيوب الإحالة المباشرة للمشاريع التي تقوم بها المحافظة في عدد منها، هكذا وضحت لنا في مقدمتك. نعم نعم أستاذ غزوان، حقيقة هناك نقطة أيضا رئيسية. اليوم المواطن يشهد عملية إعمار طرق وتبليط طرق، هناك إحالة لطرق ريفية، هناك إحالة لجزرات وسطية، هناك نخيل، هناك إنارة، لكن المواطن اليوم في مدينة الموصل ومحافظة نينوى خرج من حرب ضروس أحرقت الأخضر واليابس. المواطن يحتاج إلى مستشفيات أكثر مما يحتاج إلى نخيل. المواطن يحتاج إلى طريق حولي في مدينة الموصل. المواطن يختنق أثناء عبوره سور مدينة الخامسة المتهالكة القديمة التي أحدث جسورها من قبل 20 أو 30 سنة. ما نحتاجه حقيقة في مدينة الموصل بنية تحتية تتلائم مع حجم وإمكانيات وزيادة سكان محافظة نينوى ومدينة الموصل. غياب الخطط الاستراتيجية في مدينة الموصل والمشاريع الكبرى مثل المستشفيات التخصصية، هذه نقطة مهمة وأساسية وجوهرية. كذلك عدم وجود المطار، رغم أن وعود السياسيين أو وعود الإدارة المحلية الحالية أو السابقة كثيرة في إعادة بناء مدينة الموصل، ولحد الآن نعم محافظات ربع محافظة نينوى وتمتلك مطارات، بأن محافظة 2.5 مليون سكانها ومحافظة الأنباء تجاوز المليون، لديهم أصبح لديهم الآن مشروع مطار، محافظة دهوك مطار، في كركوك مطار، في النجف مطار دولي ضخم، ومحافظة النجف كلها لا تأتي بروح مدينة الموصل. الواقعية مطلوبة سيد الكريم، لذلك علينا أن نكون صادقين وواضحين مع السادة المتلقين جمهور الكريم. نحن لا نتهم أشخاص، ولكن نحن لدينا تعليق واعتراف على طريقة التخطيط، طريقة إحالة المشاريع، طريقة توزيع تلك الأموال. هذا أمر مهم جدا، لأن هناك أموال هائلة ومخصصة لمحافظة نينوى لم يتم استثمارها بالشكل الصحيح، لم يلتمس المواطن المصلي وابن نينوى هذه المشاريع بشكل واضح. الحديث ليس عن طرق وتجديد طرق وتبليط طرق، الحديث الآن عن توسعة عمرانية، عن تخطيط، الحديث الآن عن جسور السادس والسابع، الحديث عن بناء مستشفيات ومدن طب حديثة، الحديث الآن عن عدم إرسال المواطن لمعالجته في الإقليم أو في تركيا أو في إيران أو في بغداد. نحتاج المواطن الموصلي أن يتعالج في مدينته. الواقع الصحي متردي، الواقع التعليمي متردي، هناك مسؤولية تقع على الجميع من ضمنهم حتى المواطن، ولكن بصورة عامة الإدارة المحلية والإدارة المركزية تتحمل مسؤولية كبيرة. ما نريده الآن هو تشخيص هذا الواقع بكل تجرد من أجل وضع حلول ناجعة والارتقاء في تقديم الخدمات للمواطن عبر تشخيص الأخطاء الموجودة الحالية في هذه الحكومة أو الحكومات السابقة ومعالجتها وتقديم نعم. الأفضل للمواطن الذي يستحق فعلا الأفضل من هذا. نعم أستاذ زياد، في مقدمتك أيضا وضحت أن هناك فساد في عملية الآلية، آلية توزيع المشاريع، هل تستطيع أن توضح لنا هذه الآلية في حصول فساد بعدد من المشاريع؟ حقيقة هناك مشاريع أحيلت وقدمنا الوثائق بأن هذه الإحالات غير صحيحة وغير قانونية وغير دقيقة،
وبناء على ما قدمناه تحركت الأجهزة التنفيذية والقضائية مشكورة في محافظة نينوى ودائرة النزاهة عندما قامت بفتح تحقيقات موسعة. على سبيل المثال لا الحصر كان هناك عقد بالآليات التي قامت الإعلان عنها محافظة نينوى بقيمة 89 مليار، وذكرنا بأن هناك وجود مغالاة بتلك الأسعار ومبالغة بها. وعندما قامت النزاهة بفتح تحقيق وجدت مغالاة بأكثر من 33 مليار دينار عراقي، وجدت بعض الآليات أسعار مضاعفة، وتم توقيف هذا المشروع. الآن الحقيقة بلدية الموصل وعبر ديوان محافظة نينوى لديها مشروع كبير بعشرة مليارات دينار من أجل تجهيز بلدية الموصل بآليات تخصصية. هناك شركة منافسة، شركتين رئيسية مقدمة على هذا المشروع، شركة تستوفي كل الشروط المطلوبة، وشركة قامت بتزوير الحسابات الختامية لها، بل قامت بالتلاعب بالأموال أو رأس المال إلى آخره من الأمور، وغير مستوفية. لذلك ما نطالب به اليوم عبر قناة الموصلية، قناة الشعب، قناة أبناء مدينة الموصل الذي تحمل اسمه، أن تكون المشاريع تذهب إلى الجهات التي تستحقها، يعني الشركات المصنفة، نعم الشركات التي تمتلك شروط ومواصفات معينة حتى يتم إحالة المشروع لها، تستوفي هذه الشروط عبر لجان خاصة. أن تكون اللجنة القضائية مشكورة المكلفة بمتابعة مشاريع محافظة نينوى، وأن تتابع تلك المشاريع بشكل أكثر جدية بشكل واضح. وبالحقيقة أصدرت هي بالفترة الأخيرة استقدام واستدعاء لعدد من اللجان في محافظة نينوى، وهذا خبر حصل للقناة الموصلية، ببعض اللجان من أجل التحقيق معهم في كيفية إحالة تلك المشاريع التي قمنا بنشر الموجبة الأولى، وهي التطوير الريفي، ولدينا 18 دائرة سنقوم بنشر كل التفاصيل المتعلقة بها خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء نعم، الله. عدا هذا مشروع الآليات الذي تقول أنه حصل فيه فساد في إحالته، في عملية الإحالة، هناك مشاريع أخرى؟ نعم أكيد هناك العشرات. مثال آخر، حقيقة ذكرنا عن وجود تجهيز محافظة نينوى ب64 آلية، وهي حوضيات تخصصية. طالبنا بأن تكون هذه الدعوة عبر الإعلان والمناقصة، لكن ما حصل للأسف الشديد هو تمرير هذه الآليات إلى شركة معينة على أن تقوم بتجهيزها من مناشئ عالمية، وبالتحديد مان، تجهيز من قبل شركة مان. سعة الحوضيات 16,000 لتر. ما تم تجهيزه الآن وتسليمه لمحافظة نينوى، تم استبدال المنشأ من شركة مان العالمية إلى شركة مستبوشي، وبعض هذه الآليات حقيقة وصلت إلى محافظة نينوى وهي تعاني من أعطال معينة. يعني هذه الآليات بعض منها غير مستوفي للشروط، حتى الخزانات المياه من المفترض أن تكون من نوعية معينة بطلية بمادة معينة، ولكنها غير مستوفية أيضا للشروط. هذه مشكلة كبيرة، من يتحملها؟ المواطن للأسف الشديد. هذه الأموال مخصصة لنينوى، لمدينة الموصل، ولكل محافظة نينوى بكل الأقضية والنواحي، لكن ما حدث زيادة بسيطة بأسعار الآليات، يعني مجموع السيارات واستبدال المنشأ، وهذا يعني أن المنشأ اختلف بشكل كامل، وهذه مشكلة جدا كبيرة أعتقد حسب رأيي، وهدر من المال العام، وهذا فساد واضح وصريح، علما أن هذه الشركات أو أصحاب هذه الشركات هم مستحوذين على أغلب المشاريع الرئيسية أو الكبرى في محافظة نينوى، وقاموا بتقديم أوراق مزورة من أجل الحصول على هذا العقد من أحد مديريات وزارة الصناعة، وأنا مسؤول عن هذا الكلام وقدمته للنزاهة، وإن شاء الله كلنا ثقة بالقضاء العراقي بأن يقوم بإنصاف أبناء مدينة الموصل وإيقاف هذا الهدر العام والتحقيق في هذه المسائل التي نقوم بطرحها عبر الأدلة وعبر الوثائق نعم. وعبر القرائن التي من شأنها أن تبين لأبناء مدينة الموصل جدية وموضوعية الطرح الذي نقوم به عبر مواقعنا الشخصية أو عبر وسائل الإعلام الشتى من أجل خدمة هذا المواطن. نعم شكرا سأل. أستاذ زياد على هذا
التوضيح. مشاهدينا نذهب إلى فاصل ونعود بعده لنكمل حلقة اليوم، تابعونا. مشاهدينا الكرام، عدنا وإياكم بعد الفاصل لنكمل حلقة اليوم من برنامجكم حدث اليوم. ضيفنا من فيينا أستاذ الإعلامي زياد السنجري، كما ذكرنا في بداية الحلقة. أستاذ زياد، عدنا بعد الفاصل لنكمل حلقة اليوم. كيف تمكنتم قبل الفاصل، إذا أردنا أن نوضح أكثر للمشاهد الكريم، قبل الفاصل تكلمنا عن شبهات فساد و إحالات غير قانونية، كيف تمكنتم من كشف هذا الفساد؟ حقيقة أستاذ غزوان، رغم السلبيات اللي موجودة في داخل المجتمع وإفرازات الحرب الأخيرة وجود حالات فساد وتفشي وإلى آخره، لكن هناك مسؤولية كبيرة الحقيقة، تكاتف الإعلام مع المواطن، مع موظفي الدوائر، الأشخاص الأصلاء في هذه المدينة وهذه المحافظة من أبناء عشائرنا العربية، من الموظفين المهنيين على الدولة، استطاعوا أن يقدموا الكثير لدوائر الدولة القضائية والتنفيذية معلومات مهمة جدا. يعني اليوم الشخص الذي يخبر عن الفساد مثل الذي يخبر عن المخبر الإرهابي، فاليوم حالة تكامل وتكاتف بين أبناء وموظفي دوائر الدولة الذين يرفضون حالات الفساد، ما يتم سرقته في أي مشروع سواء آليات أو في الصحة أو في التعليم، حقيقة لا يمس شخص أو شريحة أو طائفة معينة دون أخرى، بل الموضوع يهم كل المواطنين. يعني اليوم كل أبناء مدينة الموصل معنيين بهذا الأمر، ومن رفض الإرهاب عليه أن يرفض الفساد، فالفساد لا يقل عن الإرهاب. لذلك تكاتف أبناء الموصل في تقديم هذه المعلومات القيمة وعلى مستوى عالي، وبينهم أيضا أشخاص متنفذين. وللأمانة سيأتي اليوم الذين سنذكرهم بالتفاصيل وبالأسماء، وقدموا الكثير لهذه المدينة ولا يريدون الظهور، نعم، أو الاكتفاء بتقديم هذه المعلومات لمعارض. نعم أستاذ غزوان. نعم، جميل جدا. من هي برأيك، من هي الأطراف المستفيدة من هذا الفساد؟ حقيقة أن هناك أحزاب تسيطر على محافظة نينوى، هذه الأحزاب لديها للأسف الشديد ممثلين محافظة نينوى، بعض القيادات في الإدارة المحلية، بعض المتنفذين في دوائر ووزارات الدولة في مدينة الموصل ومحافظة نينوى. هذه الشخصيات متورطة بشكل آخر. الحقيقة القضاء ونزاهة شكلوا مجالس تحقيقية، قدموا استقدامات واستدعاء قضائي. هناك أكثر من مسؤول في محافظة اليوم عليه دعاوى في محاكم العراقية، وهناك قسم كبير منهم مكفل بكفالات مالية. وأعتقد أن خلال الأيام القليلة القادمة ستشهد مدينة الموصل تغيير في بعض مديري الدوائر الخدمية والإدارة المحلية، على اعتبار أنها فشلت في تقديم ما يمكن أن يلبي الحد الأدنى للمواطن الموصلي. وأنا أبشر أهلي بأن حلقة الفساد مثل حلقة الإرهاب ستنتهي وستزول، وإن شاء الله سنذهب إلى بر الأمان والتخلص من كل شخص بمقدرات وبأموال شعبنا وأهلنا في محافظتنا ومدينة الموصل وكل العراقيين أيضا. أستاذ زياد، يقولون يعني ليس كل جديد مفيد. أنا ليس دفاعا عن شخص أو أي إداري، هناك كما ذكرت ربما ستجري تغييرات إدارية في بعض المراكز، في بعض مراكز المحافظة. هل جهزنا أناس في حالة حصول التغيير، هل جهزنا أناس أكفأ من الذين موجودين الآن لننطلق بحملات الإعمار بشكل
بشكل أفضل، أم ربما سيأتي من هو ليس كفو، والنتيجة سنرجع إلى المربع الأول ربما أكثر. سؤال مهم أستاذ غزوان، وضروري وملح الحقيقة. هنا يأتي دور المواطن. اليوم كل شخص معروف في هذه المدينة، كل شخص تاريخه معروف، ماذا قدم وماذا فعل، ولدينا سيرة ذاتية لكل شخص، ولدينا ملف لكل شخص. فالذي يقدم ويتصدى للمسؤولية عليه أن يعني يتحمل هذه المسؤولية وهذه التركة الثقيلة. لذلك أنا وأنت يجب أن نكون حريصين كأبناء هذه المدينة وهذه المحافظة على تولي الأشخاص المناسبين ونضعهم في المكان المناسب من أجل تقديم ما يمكن تقديمه. الكل يعلم بأن مدينة الموصل أم الرماح هذه المدينة المعطاء الكبيرة، مدينة القادة والضباط، مدينة العلماء والمفكرين والمثقفين والفنانين، قادرة على أن تأتي بشخصيات قوية وتتصدى للمرحلة وتستطيع أن تقدم وتقود هذه المدينة إلى بر الأمان. ما نحتاجه هو وقفة حقيقية من قبل المواطن وتشخيص الأشخاص الذين يمكن أن يذهبوا بمدينة الموصل إلى بر الأمان. هذا دورنا نحن كشارع موصلي، ونعتقد بأننا قادرين على إيجاد هؤلاء الأشخاص، وهم موجودين بالفعل بإذن الله تعالى. ولربما من يفشل منهم ننصحه ونشخص له الخلل ونأخذ بيده إلى أن يسير بالاتجاه الصحيح، ونعمل على هذا الأمر. وأعتقد بأن محافظة نينوى ومحافظة كبيرة ولادة بالقادة والمفكرين الذين ممكن والمدراء الذين يستطيعون أن يقدموا الكثير. نعم. في هذه المدينة. أستاذ زياد، حتى لا نكون مثاليين، صحيح الكل يتفق أن هذه المدينة هي مدينة العلماء والفنانين والقادة والضباط، ولكن أنت قلت بيدنا نحن المواطنين. حتى لا نكون مثاليين، أنا أقول لك المواطن لا حول ولا قوة له في اختيار أي إداري من إداريات الدولة. الآن الذي سيجري إذا جرى طبعا، حتى لا نستبق الأمور، ستبدل بعض المواقع ويؤتى بناء بأناس ربما يكونوا جيدين وربما لن يكونوا جيدين، نأمل أن يكونوا جيدين حقيقة، ولكن من الذي سيأتي بهم ليس المواطن، لأنه ليس هناك انتخابات على نعم على مركز معين. إذا السؤال، من الذي سيختار هؤلاء الناس؟ من الذي يعني تحدد كأشخاص، من هي اللجنة التي ستختار هؤلاء الأشخاص؟ أخي الكريم أستاذ غزوان، قبل مدة أحد العلماء الدين الأفاضل في محافظة نينوى تعرض إلى طعن وإلى مهاجمة من قبل أحد المسؤولين، وقدمت عليه شكوى قضائية. أبناء مدينة الموصل قالوا كلمتهم، والقضاء الحقيقة استجاب لأهالي مدينة الموصل وأنصف الرجل للأمانة، وأوقف الدعاوى التي أقامها السيد المسؤول ضد هذا الرجل الدين. إذن أبناء مدينة الموصل عندما يريدون أن يقولوا كلمتهم سيقولونها. وأعتقد بأن كل شخص يستلم ويتصدى المسؤولية وجاء بمحاصصة حزبية أو جاء بدفع من قبل كتلة سياسية معينة للاستفادة أو لتمرير مشاريع أو أجندة خاصة بالحزب أو الكتلة السياسية، عليه أن يتأكد بأننا أنا وأنت وأبناء مدينة الموصل سنقف له بالمرصاد، مثل ما شخصنا الخلل في بعض دوائر الدولة، مثل ما شخصنا الخلل في الإدارة المحلية، مثل ما شخصنا الخلل الكبير موجود في الإدارة المركزية. ممكن أن نشخص الخلل أيضا لدى هذا المدير الجديد، ونقول له إن كنت مخطئا ولا تدري فأصبحت الآن تدري، وعليك أن تعمل من أجل هذه المدينة وتقديم الأفضل. الحاشية اليوم التي تحيط بالمسؤولين تلعب دور كبير في فساد هذا المسؤول. اليوم المسؤول يحتاج أن ينزل إلى الشارع، أن يستمع إلى الشارع، لا أن يستعرض أمام الشارع. اليوم نحتاج إلى معالجة لأزمات حقيقية تمر بها محافظة نينوى. أنا لا أتحدث عن اليوم فقط أزمة المشاريع، وإنما أزمة الطاقة، أزمة الماء، أزمة الكهرباء،
أزمات متوالية ومتتالية تحصل في مدينة الموصل ومحافظة نينوى. هذه الأزمات تحتاج إلى مصارحة الشارع. علينا أن نكون صريحين مع أبناء مدينة الموصل وأن نحدد مواطن الخلل والضعف ونشخص هذه الحالات لكي نستطيع أن نأتي بأشخاص قادرين على تحمل المسؤولية. هناك مدراء حاولت الأحزاب إقالتهم لأنهم شرفاء وغير فاسدين، ولكن أبناء مدينة الموصل وقفوا مع هؤلاء المدراء وهم على قلتهم، واستطاعوا أن يثبتوهم في مكانهم عندما رفضوا إقالة ذلك المسؤول، إن كان شخص محب، شخص عملي، شخص يقدم للمدينة. إذا لنا كلمة عندما نتوحد، وأكيد لن تكون لنا كلمة إن كنا متفرقين. هذه الرسالة يجب أن تصل لشارع الموصل لحقيقة الإسلام. نعم، يعني هل للاتحادات والنقابات والجمعيات في محافظة نينوى كلمة؟ يعني هم يمثلون أيضا جزء كبير من المجتمع الموصلي، هل لهم كلمة في اختيار هؤلاء المدراء؟ هذه أولا. نعم تفضل. نعم أكيد النقابات والجمعيات وشارع الموصل وبيوتات الموصل وعشائر الموصل وممثلي مدينة الموصل ووجهاء مدينة الموصل والشخصيات المعروفة في هذه المدينة لها دور ودور كبير أيضا، ولكن لنترك قليلا المجاملات، لنكون صريحين، ليكون الكلام مع السيد المسؤول أكثر شفافية وأقل مجاملة. احترام السيد المسؤول واحترام السيد المدير العام موجود، ولكن يجب أن نشخص المسألة، نشخص الأخطاء. ما نريده ليس مهاجمة أشخاص بحد ذاتهم، نحن نريد اليوم أن نشخص الأخطاء الموجودة في أداء السيد المسؤول وليس شخصية المسؤول. يعني هناك الكثير من الملفات التي تصل لنا ولكن نجدها شخصية عن حياة هذا المسؤول، حقيقة لا نتطرق لها، لا نستخدمها، لا نتعامل معها، لأنها حرية شخصية. ولكن عندما يخص الأمر أبناء الشعب ويخص ابناء الموصل وابناء محافظه نينوى واداء هذا المسؤول، لا الحقيقه نقف ونقول كلمتنا، والكثير من يؤيد هذه الكلمه موجود في الشارع ويأبى ويرفض هذه الممارسات او طريقه العمل او الآليه مع احترامنا لشخص هذا المسؤول. اذا نستحق في مدينه الموصل الافضل، نستحق ان نقدم لهم الافضل او الشخصيه الافضل او نختار لهم الافضل. أما الشخص السيء فحقيقة أستاذ رزوان يجب أن يشخص ونقول له نعم إلى هنا وكفى. أعتقد بأن الوضع لا يتحمل في مدينة الموصل مزيدا من المهاترات والاستجعالات ومزيدا من الأخطاء. كون المدينة خارجة من حرب ضروس أحرقت الأخضر واليابس، نعم ولا نعم أعتقد وصلت بأن الفكرة تتحمل أستاذ. مزيد من المشاكل. بالعودة أستاذ زياد إلى الموضوع الذي طرحناه في بداية الحلقة، وهي هل هناك فساد وما قيمة الفساد الآن الذي كيف يعني كيف اكتشفتم عمليات الفساد ووضحتها؟ ما قيمة الفساد الذي قمتم باكتشافه؟ الحقيقة هو مجزأ على مشاريع كثيرة وعديدة، قسم منها هذه المشاريع يعني اكتشفنا فيها مغالاة بالأسعار، وقسم من هذه المشاريع تغيير بالمنشأ، قسم من هذه المشاريع مبالغة في الفقرات معينة، قسم تلكؤ في تنفيذ هذه المشاريع. ما قيمة هذه المشاريع التي كشفناها؟ حقيقة أرقام مرعبة ومخيفة، يعني الكلام عن مئات المليارات. واحد من العقود ذكرناه 89 مليار و890 مليون، واحد من العقود اللي تم تجزئتها والنزاهة استجابت واللجنة القضائية مشكورة استجابت وأوقفت هذا الهدر العام. هناك تحقيقات بعشرات الملفات إذا ما حسمت، فأعتقد بأن الحكومة المحلية في نينوى أو المواطن بتعبير أدق في مدينة الموصل سيعاد له أموال كبيرة وهائلة ممكن الاستفادة منها. يعني حجم الأموال المهدورة في محافظة نينوى حقيقة تبني عدة مستشفيات. واحد من المشاريع ايضا اللي اكتشفناه انه وجود مغالاه ب 6 مليارات في مستشفى السلام، فقط مستشفى السلام هناك مغالاه او ارقام مضافه او فقرات مضافه غير واقعيه وغير حقيقيه ب 6 مليارات. وزاره الصحه مشكوره استجابت وفتحت تحقيق الان في هذا المشروع. هناك مشاريع كثيره وعديده في مدينه الموصل، ما
مشاريع الحوضيات، مشاريع تجهيز آليات، مشاريع تجهيز مواد، هناك في دائرة الزراعة، هناك في دوائر كثيرة في محافظة نعم نينوى. لربما الأيام القليلة القادمة وخلال 48 ساعة القادمة سنقوم بعرض قائمة كاملة بالمشاريع التي أحيلت بشكل مباشر، يعني هناك زيادة 20% على كل مشروع، وهذه الحقيقة زيادات المواطن أولى بها. الحديث هنا عن مئات المليارات، فالكلام كثير والوثائق أكثر والدلائل والوثائق والمعلومات أدق عندما تقوم نعم نقوم بنشرها وتناولها عبر لجان قضائية والنزاهة وتحقيق فتح تحقيق لربما يفضي بالمحصلة النهائية لاستعادة أبناء مدينة موصل أموالهم المهدورة للأسف بسوء تخطيط أو بفساد أو سوء إعداد تلك نعم المشاريع أو سوء تنفيذ تلك المشاريع. نعم أستاذ رزوان. نعم هل تجاوبت معكم الجهات القضائية في هذا الموضوع؟ نعم الحقيقة وللأمانة اللجنة القضائية العليا المكلفة من قبل مجلس القضاء الأعلى فتحت تحقيقات موسعة مع الكثير من لجان التحليل أو اللجان المختصة. هناك دائرة النزاهة مشكورة حقيقة، قامت بجهود جبارة وكبيرة حيث استنفرت كل أقسامها وقسم التحريات وقسم التحقيقات الخاصة في دائرة النزاهة بفتح مجال كبير وتحقيقات موسعة مع عدد كبير من موظفي الدولة. هناك لدينا أمور كثيرة لربما على ذكر، يعني راح أذكر لك مثال، اليوم هناك موظفين يذهبون إفادات إلى بغداد وهم في مدينة الموصل، هناك موظفين يأخذون نسب على كل مشروع، هناك موظفين يتلاعبون بمواصفات المشاريع من أجل إحالتها إلى شركة دون أخرى، هناك موظفين أو جهات أو ناس أخذوا أراضي في داخل مدينة الموصل خارج الاستحقاق، هناك من قام بتزوير أولياته وسنوات الخدمة وأخذ أراضي مميزة في مدينة الموصل في حي الشرطة وحي المهندسين وفي مواقع متميزة وهم لا يستحقونها وخارج مسقط الرأس أو ليس لديهم سنوات خدمة. ما من المعقول أن ابن الشهيد أو الموظف الذي لديه 30 أو 40 سنة خدمة لا ينتقل قطعة أرض، بينما هناك موظفين لديهم خدمة أشهر ويمتلكون قطع أراضي في مناطق راقية جدا. قدمنا هذه الحقيقة للقضاء، القضاء مشكور فتح تحقيقات موسعة، هناك إبطال قيود لأراضي تم الاستيلاء عليها ووزعت ولكن تم اكتشاف بأنها غير مطابقة للشروط والتعليمات. الحديث هنا عن مئات القطع من الأراضي، لدينا 1200 قطعة وزعت في مناطق متميزة في مدينة الموصل. الآن الحقيقة نمتلك وثائق أيضا عن تقطيع رياض أطفال ومدارس ومستوصفات ومشاتل في قلب مدينة الموصل، وهذه مناطق تعتبر خضراء وترفيهية يجب أن تكون متنفس لأهالي مدينة الموصل، مثل مشتل المشراق، مثل في منطقة الكندي. لدينا أمثلة عديدة وكثيرة. الحقيقة القضاء مشكورا استجاب لنا، ولأننا أرسلنا تلك الوثائق معززة بطلبات رسمية إلى النزاهة وإلى القضاء لفتح تحقيق وإنصاف أبناء مدينة الموصل في هذه المجالات كافة التي قمت بخلاصة عاجلة مستعجل في ذكرها لأبين أبناء مدينة الموصل نتائج هذه نعم التحقيقات، والتحقيقات مستمرة ولربما خلال الأيام القليلة القادمة سيتم استدعاء الكثير من المسؤولين في محافظة نينوى وإصدار أوامر استقدام قضائية بحقهم لتورطهم بملف ملفات تخص دوائرهم المعنية ومنح استثناءات خاصة وتوزيع أراضي خاصة لبعض الحاشية والمقربين منهم. هذا أمر حقيقة مرفوض ويجب أن يتساوى الجميع في تقديم الامتيازات لأبناء مدينة الموصل وعلى الأولوية وعلى سنوات الخدمة وعلى خاصة ذوي الشهداء الذين فقدوا أعز ما يملكون وهم أولادهم، وهم الشريحة الأكثر غبنا في داخل مدينة الموصل ومحافظة نينوى. نعم. نعم شكرا جزيلا على كل هذا التوضيح الإعلامي والصحفي زياد السنجري. المشاهدين الكرام نذهب إلى فاصل ونعود بعده لنكمل حلقة اليوم، تابعونا.
عدنا وإياكم مشاهدينا بعد الفاصل لنكمل ما تبقى من حلقة اليوم من برنامجكم حدث اليوم. نعود إلى ضيفنا عبر السكايب من العاصمة النمساوية فيينا أستاذ زياد السنجري. ما هي أبرز المشاريع التي تابعتها اللجنة؟ الحقيقة أي لجنة تقصد أستاذ غزوان؟ يعني اللجنة القضائية، اللجنة القضائية المشكلة لهذا الغرض الذي ذكرتها قبل قليل. نعم قبل الفاصل. الحقيقة تابعت اللجنة القضائية كافة المشاريع وخاصة بعد تشكيلها مباشرة، وأصبح لديها اطلاع واسع وأصبح لديها إلمام بكيفية إحالة تلك المشاريع. الحقيقة اللجنة القضائية مشكورة. أنا لست متحدثا باسم اللجنة القضائية، ولكن أستطيع كمواطن مصلي من أبناء مدينة الموصل أن أوجه شكري وتقديري لهذه اللجنة الكريمة، وأوجه شكري وتقديري لبعض القضاة الأفاضل الذين لعبوا دور في إنصاف أبناء مدينة الموصل. الحقيقة نحن أبناء مدينة الموصل علينا أن ندعم القضاء بشكل كبير، وندعم الأجهزة القضائية والتنفيذية، ونشخص أيضا في نفس الوقت الخطأ الموجود حتى في تلك الأجهزة. لكن بصورة عامة الأجهزة القضائية ودائرة النزاهة أبدت مرونة كبيرة، وتصدرت محافظة نينوى ودائرة نزاهة نينوى بالتحديد لمدة أشهر الأكثر عمليات تحري واستقدام وإلقاء قبض على بعض الأشخاص والمتورطين في هذه الملفات. لربما الشهر الأخير فقط سبقت إحدى المحافظات، ولكن بالفترة الأخيرة دائرة نزاهة نينوى وفرقة التحريات والتحقيقات الخاصة قامت بدور كبير، والسادة القضاء الموجودين في اللجنة القضائية المشرفة أو في النزاهة قاموا بدور ريادي وجبار في إيقاف هذا الهدر العام وهذا المسلسل الطويل المؤلم لأبناء مدينة الموصل. وأصبحت اليوم مدينة الموصل تسير بالطريق الصحيح إن شاء الله، وخلال أيام القليلة القادمة أعتقد أو خلال الأسابيع القادمة نحن سنكون بالاتجاه الصحيح بإذن الله بعد تعديل إن شاء الله الموصل عبر إشراف القضاء. نعم أستاذ زياد، هل ستقومون بإجراءات أخرى لمتابعة المشاريع التي ربما سيحصل فيها فساد في قادم الأيام؟ أو إحالة مشاريع في حقيقة نحن متابعين، ونقول نحن ليس الشخص زياد السنجري، الكلام أكبر من شخص زياد السنجري. حقيقة لدينا فرق وبعض الأساتذة والأكاديميين وأساتذة في القانون الحقيقة يتابعون صغائر الأمور، يرفضون بآخر المستجدات والمعلومات. على سبيل المثال الحقيقة رفضنا أحد المواطنين أو الموظفين المهمين بعقد لتوزيع أتمتة المياه في مدينة الموصل وتوزيع ساعات عبر إبرام عقد لمدة 15 سنة. حقيقة فريق إنقاذ نينوى والفريق القانوني الأساتذة الموجودين معنا وجدوا 20 مخالفة في هذا العقد، وهذا سيضر في كل بيت مصلي وكل محل وكل عمارة في مدينة الموصل ومحافظة نينوى، لأن هذا العقد الحقيقة والأمر مؤسف. هذا من الأشياء المهمة التي يجب أن نتطرق عليها، وهي فرصة أن أبناء مدينة الموصل سيدفعون فواتير مياه باهظة إضافة إلى فواتير نصب وساعات مياه، إضافة إلى أجور 3 أو 4 أضعاف سعر الساعة الاعتيادية ساعة المياه أو عداد المياه، وهذا أمر مؤسف ومخجل. الحقيقة هذه مبادرة قامت بها وزارة الإسكان والإعمار على أن تطبق في 3 محافظات، 2 من المحافظات رفضت هذا الأمر، لكن أحد المسؤولين الفاسدين في محافظة نينوى الحقيقة يريد تمرير هذا العقد بأي طريقة من الطرق، ويعمل على جمع فايلات من المواطنين لجعلهم يتوظفون في هذه الشركة كجبات أموال، وهذا أمر مخجل ومؤسف باعتبار أنه يتعاون مع الجهات وغير مختصة. يعني الشركة هي مصرف إسلامي تابع للبنان يقوم بجمع أو العمل على تمرير هذا المشروع، وهذا المشروع حقيقة مرفوض. الجهات المعنية اتصلنا بأكثر من جهة حتى في الإدارة المحلية، حقيقة هي غير راضية على هذه المسألة ورافضة لهذه المسألة، ولكن هناك ضغوطات سياسية كبيرة تتم على إدارة محافظة نينوى من أجل تمرير هذا المشروع أو هذا العقد الذي سيثقل كاهل المواطن الموصلي بشكل كبير وواضح، وهذا أمر الحقيقة نريد أن نقف عنده باعتبار كل مواطن في مدينة الموصل سيضاف له عبء مالي جديد
نهاية كل شهر، إضافة للمولدة، إضافة للكهرباء، أجور الكهرباء الوطنية، هناك أجور مياه ستضاف وبشكل كبير، هناك صيانة إلى آخره من الأمور. وهذا أمر مخجل باعتبار أن مدينة الموصل يشطرها نهر دجلة وهناك مياه في هذا النهر، وأعتقد بأن المسألة لا تتطلب هذه التكاليف الباهظة التي ستذهب في جيوب الفاسدين. نعم، يعني هل تقصد أن المصرف الإسلامي هو مشروع وهمي يسعى لي؟ لا أقول مشروع وهمي، ولكنه غير مختص أستاذ غزوان. غير مختص، المصرف نعم. الإسلامي اللبناني هو غير معني وليس لديه أعمال مماثلة. الحقيقة قدمنا لإدارة النزاهة 20 نقطة جوهرية وقانونية تبطل هذا العقد وتبطل إبرام هذا العقد، نعم. ولا تعمل بهذا العقد، نعم. باعتبار أن هذه النقاط جوهرية. نتعامل مع العقود بأسلوب علمي، ما هو فائدة المواطن وما هو مضار المواطن من هذا الأمر. هذا الأسلوب بعيدا عن الإنشاء، بعيدا عن الشعارات، نتعامل بأسلوب دقيق ومهني. فسخنا هذا العقد قانونيا واستطعنا أن نجد ثغرات كبيرة كلها تصب في مصلحة الشركة على حساب المواطن، وهذا أمر حقيقة نرفضه ونطالب بإيقاف هذا العقد وأن تكون الدوائر المختصة العراقية مشرفة، ولا أن نعيد تجارب شركات جباية أخرى في مدينة الموصل. حقيقة الوضع لا يتحمل. نتحدث عن الأزمات، نتحدث عن ارتفاع أسعار المحروقات، نتحدث عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية إضافة للماء. أعتقد أن الأمر صعب أصبح الآن على مدينة الموصل والموصليين وأبناء نينوى وبصورة عامة. نعم أستاذ زياد، هناك مشاريع مجمدة بقيمة 830 مليار دينار ما زالت لحد الآن معطلة وهي محالة للتنفيذ ولكن لم تبدأ، برأيك لماذا؟ الحقيقة هناك شقين في هذه المسألة، هناك في ديوان محافظة نينوى وهناك في لجنة الإعمار المشكلة بالأمر الديواني، نعم. من قبل رئاسة الوزراء. هذه لجنة الإعمار الحقيقة قيدت بشكل كبير نتيجة ضغوطات سياسية على لجنة الإعمار، ولم تأخذ دورها الحقيقي في إعادة إعمار مدينة الموصل رغم الصلاحيات التي تم منحها، لكن قيدت من قبل بعض المتنفذين أو بعض النواب الذين يبحثون عن حصص وأسهم وعمولات ونسب. للأسف الشديد ديوان محافظة نينوى استطاع أن يقدم لهؤلاء النواب بعض الحصة أو قطعة من الكيكة الكبيرة، بحيث حيلت بعض المشاريع. نتحدث عن مشروع موصل قيارة الثاني، حقيقة هذا المشروع يشوبه الكثير من الفساد باعتبار أن هناك متورطين بهذا المشروع. هناك مشاريع أخرى في مدينة الموصل وحيلت عبر نواب إلى شركات مقربة لهؤلاء النواب وبعض المسؤولين، والحقيقة القضاء فتح تحقيقات أيضا مع أحد نواب محافظة نينوى بموضوع إحالته طريق الجوير، وفتح تحقيق وهناك دعاوى مفتوحة الآن، نعم. لعدم صلاحية نائب المحافظ. إذن أستاذ غزوان، الأمر معقد كثيرا وتحتاج مدينة الموصل إلى ثورة حقيقية لمكافحة هذه المشاريع لحتى يتم تقديم الأفضل للمواطن الذي يستحق أكثر من نافورة وأكثر من مسألة ثيل أو نخيل إيراني أو تبليط طريق هنا وهناك. الحقيقة المواطن يحتاج إلى مشاريع استراتيجية تهم التعليم، تهم الصحة، تهم الطرق الحولية، تهم المطار. هذه المشاريع هي التي حقيقة يحتاجها أبناء مدينة الموصل. عندما تذهب للأقليم والمحافظات المجاورة تجد الفرق شاسع وهائل وكبير جدا. نحتاج إلى كاميرات في مدينة الموصل. الجانب الأمني جانب مهم جدا وحساس. أعتقد بأن مدينة الموصل يجب أن تكون هناك شبكة أمنية عالية المستوى، كاميرات عالية الدقة، وأعتقد بأن هذا المشروع يجب أن يقر وسوف يقر بإذن الله تعالى خلال الأيام القليلة القادمة بإذن الله لترسيخ الأمن. وتعتبر محافظة مدينة الموصل من أكثر المحافظات التي تشهد استقرار أمني. هذا الاستقرار الحقيقة سينعكس إيجابا، نعم. على واقع الاستثمار، على واقع الإعمار مستقبلا إن شاء الله تعالى. نعم، الكلام يطول حقيقة الأستاذ زياد السنجري من العاصمة النمساوية فيينا، كنت ضيفا خفيف الظل في حلقتنا ولكن دهمنا الوقت، وصلنا إلى الختام. شكرا جزيلا لكل ما قدمته لنا من معلومات في هذه الحلقة، ونتمنى أن نلتقيك في حلقات أخرى إن شاء الله.
شاء الله كل التقدير والاحترام، وشكرا لإدارة الموصلية، وشكرا لكم أستاذ غزوان على شكرا. الأسئلة الجميلة وعلى الطرح الموضوعي، وشكرا لكادر البرنامج، احترامي وتقديري وتحياتي لأهلي في مدينة الموصل ومحافظة نينوى. شكرا جزيلا لك مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. ملتقانا وإياكم في حلقات قادمة وضيوف جديدة ضمن برنامجكم حدث اليوم. إلى اللقاء.